حدث بتشريف وحضور ورعاية كريمة من أعلى السلطات في المملكة العربية السعودية. أكيد هي ثاني البطولات في المملكة العربية السعودية، يمكن الأولى خليجيا، الأولى خليجيا لأنه بتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، بطولة عزيزة على الوطن العربي يعني على العموم، بطولة من ناحية الجوائز، من ناحية المسمى، تغيير مسمى من البطولة. البطولة بتاعت خادم الحرمين الشريفين بيتنافسوا عليها فريقي الهلال والفيحة. الهلال يبحث عن البطولة العاشرة، والهلال بيقدم في مواسم جيدة، والفيحة برضه بقيادة زارفيتش بتقدم في مواسم في موسم جيد رغم صعود الفريق هذا الموسم للدوري الممتاز السعودي. فمباراة راح تكون حدث، راح تكون قمة الإثارة، قمة المتعة، قمة الندية. ما بنقدر نتكهن بنتيجتها لقوة الفريقين. وآخر يمكن مباراة بالنسبة للهلال ضد الفيحة، الفيحة فايز على الهلال في المباراة المؤجلة قبل يمكن أسبوعين. نعم في البيت بقى. لو جينا رجعنا لنتائج الفريقين خلال لغات منذ صعود الفيحة، تلاقوا في 8 مباريات كسب الهلال 4، يتعادلوا في مباراتين وفازت الفيحة في مباراتين. إذن أفضلية واضحة للهلال أفضلية واضحة في عدد للهلال المباريات. نعم على الفيحة، لكن ما بتنفي بالتألق جميل الكلام ده، جميل جدا جدا.